بتجسيد عملية فتح مكاتب الصرف والقضاء على السوق المالي الموازي والرفع من قيمة الدينار، تم تحديد شروط فتح مكاتب الصرف في الجزائر بموجب النظام رقم 23/01 المؤرخ 21 سبتمبر 2023، ويتعلق بشروط الترخيص لتأسيس مكاتب الصرف واعتمادها ونشرها. وستحدد شروط وتطبيق هذا النظام بموجب تعليمه من البنك الجزائري الذي له استقلالية تامة وكل الصلاحيات في ذلك. أما فيما يخص إزالة السوق المالي الموازي، فإنه يجدر الذكر أنه هذا الهدف يتطلب مساهمة العديد من الإدارات والقطاعات والفاعلين والمؤسسات لإرساء قواعد السوق الشفافية والمراقبة الصارمة لعملية التجارة والاقتصادية.